أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا الأعظم الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد طيب معكم وبرنامجكم برنامج الشريعة والناس، وهذه الحلقة التي نصورها لمجموعة من الموضوعات المتنوعة الفقهية. واليوم حاب أن أتحدث في موضوع، هذا الموضوع ذو جدل واسع عند بعض المؤمنين من جهة، يعني كسؤال، وعند بعض الذين كرمكم الله مع الاعتذار الذين يحتسون الخمر، باعتبار أنه أكو فد جدل وأكو فد نقاش، خاصة مثلاً في أوروبا، يعني بين المسلمين وبين بعض المسلمين الذين يحتسون الخمر. هنا همينا بالعراق، يعني موضوع يعني القديم الحديث لكن الذي دائما يطرق بقوة. يقولون يابا، ما هو حكم شرب الخمر كرمكم الله؟ طبعا بشكل بديهي الكل يعرف أنه حرام. يقولون زين، فإذا كان يعني إذا كان شرب الخمر حرام بهذا الشكل البديهي، لماذا لم يأتي في القرآن بآية فيها صيغة صريحة بالتحريم؟ يعني مثلا إحنا من نجي إلى الربا، شو نشوف الله سبحانه وتعالى إيش عبر إيش قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، أحل الله البيع وحرم الربا. طب عبارة واضحة صريحة، حرم الربا زين. لكن من نجي للخمر ما نشوف أكو عبارة الله سبحانه وتعالى يقول وحرم الخمر، ماكو، وإنما جوهر ولب وأساس يعني ما تدعوه من التحريم هو قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المقطع الذي تستدلون عليه أو به هو فاجتنبوه، وواضح أنه فاجتنبوه زين، الاجتناب غير التحريم، اجتنبوه يعني مثلا ممكن أنه تجنب مو محرم عليك. هذا الموضوع اللي أنا حاب أتحدث به. طبعا هذا الموضوع يفتح الباب في الحديث في موضوعات متعددة أساسية مهمة. على رأس القائمة موضوعين أساسيين. الموضوع الأول دلالة الألفاظ في القرآن الكريم وبلاغة هذه الألفاظ، هذا واحد. ثانيا تكامل أداء التوصيف الشرعي بالقرآن والسنة، هذا طبعا الثاني. شنو سرح أشرح إن شاء الله. أولا، أما بالنسبة إلى بلاغة القرآن في استخدام الألفاظ، القرآن الكريم، هذا الموضوع الأول الأساسي المهم. القرآن الكريم مرات يريد أن يبين لك أن هنالك شيء من الأشياء هو محرم، فينطيك فتصيغة مباشرة مثل ما قلنا أحل الله البيع وحرم الربا، خلاص نطى فرد لفظ هذا بصيغة تحريم واضحة مباشرة زين وصريحة زين. ومرة الله سبحانه وتعالى يريد أن يدل على معاني متعددة لخطورة هذه المعاني المرتبطة بذاك الشيء، فما يقول لك مثلا إنما الخمر محرم، لا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما يقول فحرمناه أو فحرمناها عليكم فاجتنبوه. أولا لقضيتين أساسيتين، الاجتناب، مادة الاجتناب لغويا وبلاغيا
أدل على التحريم وزيادة، باعوا التحريم وزيادة من لفظة التحريم، من لفظة أحل الله البيع وحرم الربا، حرمه. ليش؟ ليش؟ لأن الاجتناب الله سبحانه وتعالى وكأنه شو يريد يقول لنا؟ يريد يقول لنا الخمر مو بس حرام، شنو؟ مو بس حرام تتناولوا، لا، حرام تتقربون من يمه، يعني هم من تشربه وهم لا تتقرب له، اجتنبه اصلا، مو بس ما تشربه، ما تشربه واحد واجتنبه اثنين. تدرون ليش؟ لانه واضح عندنا وعندكم انه من خلال الروايات نحن نؤمن مو بس بحرمه شرب الخمر، نحن نؤمن بحرمه شرب الخمر وحرمه زرع المواد الخمرية، يعني بقصد إنتاج الخمر منها، وبيع الخمر وشراء الخمر وحمل الخمر ومسائل سبعة هسه راح أذكرها آني بالرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم بهذه المادة، بمادة الاجتناب، دل على تحريمها كشرب وزيادة، وتحريم أمور أخرى خاصة مع دلالة صيغة الأمر اجتنب افعل، هذه صيغة افعل اللي هي صيغة أمر اجتنب، وهذا معمول به بالعرف. يعني الآن مثلا أقفد مكان، هذا المكان أنت ابنك ما تريد يدخل للمكان، زين، فأنت من خوفك عليه وقلقك عليه، زين، مو بس تقول له لا تدخل، لا تدخل للمكان، لا، شو تقول له؟ تقول له اتجنب الشارع اللي به هذا المكان، اتجنب الناس اللي تلتقي بهذا المكان، اتجنب، اجتنب هذا المكان، مو بس ما تدخل هذا المكان، اجتنب هذا المكان، زين. ومثلا صديق السوء أجرنا الله وإياكم منه، صديق السوء أنت مثلا من تريد تحكي ويا ابنك ما تقول لابنك يا أبا مثلا لا تمشي ويا هذا، لا، تقول له اجتنبه، مو بس لا تمشي وياه، اجتنبه، يعني إذا هو يمشي بهالمكان من هالمكان أنت امشي من هالمكان، إذا هو يمشي بهالشارع أنت امشي بهالشارع. فدلالة اجتنب أبلغ من دلالة حرمنا. ليش؟ لأن دلالة اجتنب فيها تحريم الشرب وزيادة، لأنه إحنا قلنا لكم أنه شوفوا الروايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، شوفوا هذا الحديث النبوي الشريف المهم جدا الصحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول لعن الله، مو بس حرم، لا، لعن الله، انتبهوا، مو بس حرم، لعن الله الخمر، لعن الله الخمرة وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه، سبع موارد. ذولا مو بس الله حرام، ذولا الله لعنهم، أجارنا الله وإياكم. تشوفون شلون هذه برد قضية أساسية مهمة. فالقضية الأساسية المهمة، لا، نحن ندعي أن القرآن الكريم فيه آية التحريم، وهي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. زين، هذه دليل على التحريم، خاصة انتبهوا بدلالة ما ذكرنا أولا، ودلالة وحدة الموضوع للموضوعات، عفواً، وحدة الحكم للموضوعات المتنوعة التي يجمعها طابع التحريم، طابع المحرمات. إنما الخمر والميسر، الميسر شنو والميسر؟ الميسر حلال؟ الآن أنا أسألكم، أنتم اللي تسألون وين لفظ التحريم؟ الميسر يعني القمار كرمكم الله، القمار حلال لو حرام؟ تقولون لا، بديهي حرام. زين، الله من خلى الخمر والميسر في آية قرآنية واحدة؟ خوش، فالخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام، زين، هذا شنو ذني؟ كلها محرمات، هذه كلها محرمات،
وبعد رجس من عمل الشيطان. بعد أكثر من هذه الدلالة شنو؟ فهذه هي القضية الأساسية الأولى. القضية الأساسية الثانية، الآن إحنا عندنا في القرآن الكريم يعني عندنا مبدأ مع التعامل مع الآيات القرآنية أنه ليس بالضرورة أن كل آية قرآنية، طبعاً إحنا نقول أن الآية القرآنية وضحت الحرمة، لكن مع هذا إذا أنتوا أصريتوا قلتوا لا، ما هي مو بصدد التحريم، بصدد مثلاً الدعوة، إحنا نقول زين فعل الأمر شلون تفسروه؟ ما راح تعرفون تفسروه. زين الخمر الموجود ويا الميسر ويا باقي المحرمات شلون راح تفسرون هاي الظاهرة؟ يعني جعل الخمر في موضوعات محرمة مع موضوعات محرمة، ما راح تعرفون تفسرون هاي الظاهرة. زين رجس من عمل الشيطان شنية هذه اللفظة على ماذا تدل؟ ما راح تعرفون كلها، هذه ما راح تعرفوها. زين الآن لو نفترض أنه سلمنا أن الآية القرآنية ما نصت على التحريم، القرآن الكريم إحنا عندنا ضابطة أساسية مهمة أن القرآن الكريم ليس بالضرورة أن يكون القرآن الكريم مبينا لكل شيء، وهذا طبعا يعني هذا المبدأ في التعامل مع القرآن بإفادة لموضوعات متعددة كثيرة جدا. وأذكر لكم شيء وأني أقول لكم هذا من اللطائف، الشيء بالشيء يذكر، يعني هذا من لطائف الأمور العلمية. كبار علماء السنة، كبار علماء أهل السنة من يجون يناقشون هاي القضية يذكرون الشيء اللي ذكرته أني، يقولون لا هذا الخمر موضوع موجود ويا موضوعات كلها محرمة، والقرآن هم وصف بأنه رجس من عمل الشيطان، والقرآن قال فاجتنبوه، جاب صيغة فعل أمر افعال، صيغة افعال اجتنب، ويحجون نفس الحكي. وبعدين شي يقولون، انتبهوا على هالقضية، وبعدين شي يقولون، يقولون والقرآن مو لازم كل شي يبين، الشريعة تبين بواسطة ركنين القرآن والسنة، وهذا كلامهم لهنا كلش صحيح، كله صحيح، يعني كله احنا متفقين وياهم على هاي المبدئين. لكن خلينا نستفاد من هذا الكلام اللي الآن الأخوة السنة علماء السنة يعترفون به. الآن من المبادئ الأساسية الثانية أنه الشريعة مو بالضرورة تتبين بالقرآن الكريم، القرآن يبين كليات عامة، القرآن يبين مبادئ عامة، وثم تبقى بعض التفاصيل تبينها السنة النبوية الشريفة. نظير مثلا شوفوا الآية القرآنية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الآية القرآنية إش بينت؟ بينت أن للصلاة ثلاثة أوقات، ثلاثة أوقات. زين إش كم فرض الصلاة؟ ما بينت الآية القرآنية. كل فرض إش كم ركعة؟ باعوا انتبهوا على هاي الكلمة المهمة، لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم مكتوب بها أن الفجر ركعتين، أن العصر الظهر أربع ركعات، أن العصر أربع ركعات، أن المغرب ثلاث ركعات، زين أن العشاء أربع ركعات. أكو ماكو؟ يعني هسه إحنا الآن أنتوا اللي طالبون بلفظة التحريم، نسألكم هذا السؤال، القرآن الكريم بين لو ما بين؟ تقولون نعم بين، عفوا نعم ما بين. نقول زين إذا ما بين القرآن الكريم، خب إحنا مين عرفنا؟ مين عرفنا أن صلاة الفجر ركعتين؟ كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمى لهم ذلك. سمى لهم ذلك شنو يعني؟ قال لهم أنه يابا صلاة الفجر اللي هي وقرآن الفجر، أن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي قال لهم يابا ترى ذني ركعتين، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ترى هاي أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أكو فرضين، فرض ظهر وفرض عصر، وكل فرض أربع ركعات. هذا من اللي سمى لهم إياه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مو الآية القرآنية. الآية القرآنية ما بينت هذه القضية. من إجا مثلا القرآن إيش قال؟ قال ودلوك الشمس. دلوك الشمس شنو دلوك؟ عفوا، وغسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس وزين وغسق الليل. غسق الليل شنو؟ غسق الليل صلاة
المغرب والعشاء. القرآن قال مغرب وعشاء؟ القرآن قال ثلاثة بأربعة؟ لا، ذني الأمور كلها النبي قالها صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا ليس بالضرورة أن يكون القرآن الكريم، إحنا قلنا القرآن الكريم حرام، لكن حتى لو كان ما محرم، انتبهوا على هاي القضية، هيش نريد نقول، حتى لو كانت الآية ما محرمة، ما جايبة كلمة فاجتنبوه، ما جايبة كلمة رجس من عمل الشيطان، ما حاطة الخمر ويا موضوعات محرمة، الميسر زين، القمار من المحرمات، ما كل هذا زين، ما مسوية الآية القرآنية، هي سوته وبينت التحريم، لكن لو ما مسويته هم يعني هذا ما يضر في أن الخمر محرم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرم الخمر، فالخمر يصير شنو تحريمه؟ بيش تحريمه يصير بالسنة النبوية المطهرة. هسه واحد يقول زين ما يخالف إذا كان كذلك، جيبنا لفظة، جيبنا حديث نبوي شريف ومادة التحريم فيه صريحة. يعني إحنا إيش نريد؟ نريد مهمين لا تجيب حديث يقول فاجتنبوه، لا تجيب حديث كما ذكرت قبل قليل لعن الله غارسها وحاملها وبايعها ومشتريها، لا تجيب هاي الرواية، جيب رواية بيها نص التحريم. نقول نعم موجود عندنا روايات باعوا هذه الرواية زين، وكثير من الروايات، هذا هاي عينة من العينات، رواية من الروايات، الروايات الصحيحة، هذه رواية من الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول من شرب الخمر بعدما حرمها الله. واضح بعد هذه مادة التحريم، انتم تريدون مادة التحريم، هاي مادة التحريم، يقول من شرب الخمر بعدما حرمها الله زين فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة. هذا مو بس ارتكب محرم، شوفوا من الروايات شنو ضخامة آثار هذه القضية. أولاً اجتنبوه، ثانياً لعن الله الخمر وغارسها زين، يعني لعن الله. بعد زين من شرب الخمر بعدما حرمها الله، هذا شنو شبيه هذا؟ يقول هذا ليس أهلاً لأن يزوج إذا خطب، ليس أهلاً أن يصدق إذا حدث، ليس أهلاً إلى أن يؤتمن إذا طلب أن تكون عنده أمانة هيجي. مو بس الله حرام هذه المسألة، تشوفون شلون. فالآن إحنا نوصل إلى نتيجة أنه أولاً الآية القرآنية واضحة الدلالة في التحريم، ثانياً لو لم يحرم الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية هذا لما يعني أوجد مشكلة، لأنه إحنا التحريم مو لازم نأخذه من القرآن الكريم، أو الإيجاب مو لازم نأخذه من القرآن الكريم، لا زين ممكن نأخذه من القرآن الكريم ونأخذه ممكن نأخذه من السنة النبوية الشريفة. قبل شوية أنا ذكرت لكم أنه من اللطائف اللي صارت شنية، قبل شوية قلت لكم أنه كبار علماء السنة كانوا يقولون هاي الحكايتين وهي صحيحة، كانوا يقولون يا بي ترى المحرمات الواجبات مو كلها موجودة بالقرآن، بعضها موجود بالقرآن وبعضها إجانا من السنة زين، يعني بعضها من القرآن وبعضها من السنة. ليش يقولون؟ لأن القرآن مو بالضرورة يذكر كل شيء، مو إلا يذكر كل شيء، القرآن كتاب ربما مجملات كليات زين خوش. فإذا أنتوا الآن تبانيتوا على هاي القضية واعترفتوا بهاي القضية، ليش إحنا من نجي نقولكم أن الولاية زين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تقولون ألا تجيبون آية تسمين بها علي ولي الله يلا نؤمن بالولاية؟ فهذا تناقض يصير. لماذا؟ لأنه إحنا هي الشريعة ما لها علاقة بين كونها عقائد أو كونها عبادات تشريعات، هي شريعة تشريعات، سواء كانت تشريعات عقائدية أصول دين أو تشريعات فروع دين. فإذا جاز لكم أن تستدلوا بذاك الدليل
خب عمموه، نقول انه اذن ماكو قانون يلزم يقول انه القرآن الكريم بكل شيء. ده تشوفون شلون؟ او واحد شي يقول زين، ايضا فضائيات يعني يطلع على فضائيات ويسمي نفسه عالم، يقول اذا الائمه 12 وبس، خل يطلع واحد يجيب لنا ايه قرانيه تبين ان الائمه 12 وبس، ويسميهم هم بالاسم. يعني هو مو احنا قلنا، انتم قلتوا في صحيح البخاري الخلفاء من بعدي 12 كلهم من قريش، انتم قلتوا مو احنا. يعني احنا طبعا نؤمن بهذه القضيه وهي من اصول ديننا، بس انتم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم رواياتكم المتفق على صحتها تذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الخلفاء من بعدي 12 خليفه كلهم من قريش. انتم تقولون مو احنا نقول. زين، فاذا انتم كنتوا تقولون ان الشريعه مو بالضروره تبين بالقران، تبين مره بالقران ومره بالسنه، والسنة عندكم تقول أن الخلفاء من بعدي 12. الآن إحنا نقولكم همينا، إذا يعني هذا شيء بالشيء، هسه شوية طلعنا إحنا، ما أطلع هواية نبدي موضوع ثاني، بس سؤال مهم. الآن إذا أنتم ما قبلتوا أن الخلفاء علي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم والتسعة المعصومين من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، إذا أنتم ما قبلتوا هذا الترتيب، خوش ما يخاف على العين وعلى الرأس، أنتم ذكرونا 12. يعني هذا سؤال مفتوح منا إلى يوم القيامة، ماكو واحد من علمائكم يستطيع أن يعدد لنا الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 كلهم من قريش. أنا أتحداكم أبسط طلبة العلوم الدينية، تقولون أبو بكر نقولكم زين هذا واحد، وبعد تقولون وعمر نقولكم زين هذا اثنين، وبعد تقولون وعثمان نقولكم زين هذا ثلاثة، وبعد تقولون وعلي نقولكم زين هذا أربعة، وبعد تقولون معاوية نقولكم زين هذا خمسة، وبعد انتوا ذكروا منو؟ خلفاء بني أمية، خلفاء بني أمية والعباس، من هم الاثنى عشر اللي هم كلهم من قريش. ده تشوفون شلون؟ انتوا تقولون عن النبي صلى الله عليه، وانتوا تتعاملون مع الخلافة على أساس أنها خلافة راشدة وبعد ذلك ملك عضوض، انتوا تقولون الخلافة خلافة راشدة اللي هم أربعة، وكلش تضيفوا لهم الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز صاروا خمسة، انتوا تقولون وما بعد ذلك ملك عضوض، مو احنا نقول. فوين هم 12؟ هذه مو روايات، الآن احنا من حقنا ان نطلب تفسيرها منكم، الخلفاء بعدي 12 خليفة كلهم من قريش. إذن على هذا الأساس الآن نرجع إلى القاعدة الأساسية اللي احنا احتجينا بها على خصمنا، زين الآن نحتاج بها عليكم، أنه ليس بالضرورة أن القرآن يسمي لنا كل شيء. وقد مارس هذا الشيء القرآن، أمرنا بأن نصلي ولم يسمي لنا ثلاثا أو أربعا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمى لنا ثلاثا وأربعا. كذلك باقي التشريعات هم هيجي، سواء كانت عقائدية، سواء كانت عبادية فقهية، يعني سواء كانت أخلاقية، مو بالضرورة. زين، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري أكثر من 3000 حديث سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعها من عشرات الآلاف إذا لم تكن من مئات الآلاف. يعني البخاري عندكم أخرج ذني طبعا بحذف المتكرر هن 2000 تقريبا 2000 حديث، هذني طلعهن من عشرات الآلاف من الروايات المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذني 2000 كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذني إذا كان على مبدأكم في قضية الولاية أو مبدأ ذاك على قضية تحريم الخمر، ذني شنو نسوي؟ نشمرهن نذبهن؟ والله شنو، حسبنا كتاب الله كل شيء يبين لنا.
تشوفون شلون؟ يلا خلينا نطلع احنا وياكم الفاصل ونرجع ان شاء الله ونبدي في موضوعات جديده اخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة مجددة لكم، وهذه عودة لكم ولبرنامجكم. وحاب أتحدث في موضوع مهم، وهو حكم أخذ المال على كتابة القصص، كتابة السيناريو اللي الآن دي يصير في الدراما، الأفلام، زين القصص اللي تنباع للأطفال، القصص اللي زين حكم أخذ الأموال عليها. الآن هذا ندرج به الموضوع. أولا، هل هذا العمل من الأعمال في الأصل الجائزة شرعا؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. يعني هذا العمل ليس من الأعمال اللي بها إشكال من حيث الأصل. من حيث الأصل لا إشكال في ذلك، أنه الآن تقولوا لي يا بشيخ أنت شنو عملك؟ أقول لك يا بآني عملي أكتب قصص، أكتب سيناريو. سيناريو شنو سيناريو شيخ؟ قصص، قصص دراما، قصص أفلام، يصير؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. هذا في حد ذاته لا مشكلة فيه، واحد. اثنين، كما أنه لا مشكلة، لا إشكال في أخذ الأموال بإزاء هذا العمل. أنه واحد يجي يكتب قصة، يكتب سيناريو، يكتب كذا لمسلسل، لفيلم، أقدر أني مثلا يصير هذا الشغلي وأخذ فلوس عليه؟ الجواب نعم، يجوز ذلك من حيث المبدأ. لكن يستثنى من ذلك، الآن يستثنى من ذلك كل شيء يكتب ويكون كذبا. هذه فرد قضية أساسية مهمة. شنو يعني كذب؟ هسه واحد يقول شنو يعني كذب؟ هي أصلا قصص، يعني هي أصلا من الخيال. نقول لا، احنا ماذا نقصد على هاي القضية؟ هذا السيناريو ممكن يتصور بعدة صور. الصورة الأساسية الأولى أنه شيء من نسج الخيال، يعني أنا أقعد وأتخيل، أتصور وأكتب من مخيلاتي، ومرة أكتب قصص واقعية حدثت. زين، قصص واقعية حدثت، وهاي القصص الواقعية اللي حدثت أزيد فيها وأنقص، وهذا كذب، هذا كذب، هذا يصير؟ الجواب كلا. شايفين أنتوا مثلا بعض المسلسلات، بعض التمثيليات سابقا، الثلاثيات، السباعيات، بعض الأفلام، زين شو يقولون؟ يقولون هذا لقصة واقعية. زين، خوش، هذا لقصة واقعية شنو؟ لقصة واقعية، فهذا إذا حدث فيه زيادة أو نقيصة، لو كذب واحد، لو خيانة للأمانة العلمية وأمانة الأحداث، اثنين، فهذا من الأمور المحرمة، ويحرم قبض المال بإزاء هذه المقاطع المكتوبة كذبا. تشوفون شلون؟ وإذا كان العمل هو عبارة عن عمل واحد موحد ليس مجزئا، يعني لا تعد هذه المعلومات جزءا في مقابل كل، يحرم أخذ المال عليه كله. واضح؟ تشوفون شلون؟ هذه قضية أساسية أولى. القضية الأساسية الثانية، طبعا هاي القضية الأساسية الأولى ربما قليلة الحدوث، ربما قليلة الحدوث. يعني مثلا الآن مثلا واحد يقول شنو تطبيقاته؟
كثير من تطبيقاتها هاي كثير من المسلسلات الدينية، كثير من المسلسلات الدينية ثلاث أرباع الحكي بيها، ثلاث أرباع السيناريو كذب بكذب. زين، هذا شنو هذا؟ هذا يحرم قبض المال عليه. مو بس يحرم قبض المال عليه، لا، المخرج حرام يشتغل به، المصور حرام يشتغل به، الإضاءة حرام يشتغل به. هذا ترويج للكذب، هذا صناعة كذب. تشوفون شلون؟ هذه أكاذيب، هذا ما شيء ما له واقع، هذا كذب. فحرام على الإنسان يسطر بإيده آثام تلحقه إلى يوم الدين، حرام على شخص يجي مثلا يساهم في الإخراج، حرام على شخص يجي يساهم في التصوير، حرام على شخص يجي يساهم في المونتاج في الإنتاج، كل ذني حرام حرام. هاي واحد. اثنين، قلت لكم هذه ربما تعد جزءا بسيطا من الصورة الثالثة. فاحنا ايش عندنا؟ عندنا سيناريو من نزج الخيال ما بيفرد مشكلة، عندنا سيناريو حقيقي ونكذب به، هذا حرام، وحرام هم نقبض الأموال في إزاء هذه الأمور المكذوبة، وإذا عده هو عمل واحد موحد حرام قبض المال بإزاء العمل. وإحنا الآن هم نقدر نوسع دائرة مناط الحكم، مو بس قضية نفس الكتابة وملاحق العمل، المخرج اللي يشتغل والمصور اللي يشتغل والمونتير اللي يشتغل وكلهم. زين، بعد الثالث، هذا المهم اليوم اللي بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. الآن إذا أنتم تلاحظون هذا حديث لعوائلنا الكريمة، يعني إحنا نحكي يعني أصل موضوعنا، أصل برنامجنا هو حديث في الأحكام الشرعية، لكن ضروري جدا أنه ننطلق من الحديث في الأحكام الشرعية إلى توصيات اجتماعية. يعني الآن إحنا هذه الشاشة الصغيرة غزت كل بيت، يعني حتى بيوتنا إحنا رجال الدين المعممين موجود بها التلفزيون وموجود بها الإنترنت، والتلفزيون والستلايت ينقل ويعرض مئات القنوات، وهاي هم المئات مالت القنوات تعرض عشرات إذا مو مئات المسلسلات والأفلام. زين، باو، انتبه، اجي بيت القصيد والشاهد، هاي المسلسلات هذه الأفلام انتو ايش تتصورون تنشغل بملايين الدولارات، بملايين مملينة من الدولارات، ثروات بلاد، انتو تتصورون انه تنشغل هيك حتى يمتعوني أنا وياكم بس؟ لا أبدا. هذا ربما لو موجود بنسبة واحد بالمليون لو ما موجود أصلا، أي واحد. اثنين، تعتقدون أن هذا الدراما هاي عبارة عن قضية تجارية؟ لا، وإذا كان أكو شيء تجاري فهو بنسبة 5%. هاي القضايا هي عبارة عن قضايا مؤدلجة وللأسف الشديد، وإحنا علينا كأمة إسلامية وكمجتمعات إسلامية نعي هذه القضية الكبرى ونلتفت إليها. يعني الأب بالبيت يلتفت إليها، الأم ليش الشاعر قال الأم مدرسة لو أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق؟ الأم هي أكثر من تتواجد بالبيت، الأم هي الحاضرة، المفروض الحاضرة بالكلمة الطيبة، المفروض الحاضرة بالتوجيه الحكيم، المفروض الحاضرة بالانتباه والالتفات إلى كل صغيرة وكبيرة موجودة بالشاشة. اليوم تعصف بمجتمعاتنا الصغيرة كأسرة ومجتمعاتنا الكبيرة كمجتمعات إسلامية أو عربية، يعصف بها التلفزيون والدراما العربية والهندية والتركية والمدبلج، زين، اللي هو كله مؤدلج، يعني تبع أيديولوجيات معينة. يعني الآن بعبارة صريحة أخرى،
الآن مثل ما أكو شيء اسمه مد ديني، مد ديني، أكو شيء اسمه مد لا ديني. المد اللا ديني ترى هو شيء أخو شيء باعوا، يعني مرة مثلا يخلولكم مواقع إباحية في الإنترنت، ومرة يخلولكم مسلسلات مدبلجة ترى هي أخت الإباحية بالإنترنت، وربما إيقاعها في النفوس وتأثيرها على الطفل المراهق وعلى الطفلة المراهقة أكثر وأبشع وأكثر خطراً. زين، يعني ممكن إذا ابني مثلاً، إذا ابني خطأً مثلاً صار عنده فضول وكتب فرد كلمة ودخل على موقع، ممكن إذا شاف يخترع رأساً يطلع منه خوفاً يتفاجئ بالمناظر، بس هاي مثلاً ما يطلع منها، يستمر يتفرج ويشوف قصص الحب وقصص الخيانة، قصص العلاقات الغير المشروعة، قصص الزنا المحرم، وها كلها إباحية. يعني هذه مو إباحية، هذه إباحية، يعني بس ذيك إباحية، هذه هم إباحية. زين، فالآن إحنا هم أكو العجيب، أنا يعني أبحث في أمور، مرات أكو مسلسلات مدبلجة ما أريد أقول منشأها يا دولة، أتابع بالسيجي بالنهاية، أريد أشوف السيجي الأسماء اللي تطلع بيه من أمه، اللي كتبون، يعني اللي كتبون السيناريو، اللي يخرجون، اللي يصورون، أتابع أشوف ذولا شنو ذولا، ذولا يهود، أسماء يهودية، أسماء مسيحية، أسماء مسلمة، أتفاجئ أنه فد ثلاثة أرباعهم أسماء مسلمة، عجيب عجيب، أسماء مسلمة، مسلم يكتب دراما كلها خيانة زوجية وكلها زنا وكلها علاقات محرمة، شنو هاي؟ أولا هذا حرام كتابته، حرام التقاضي، تقاضي الأموال عليه، وهذا الموضوع العظيم اللي يصدق عليه الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والسنة زين، قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنة وهذه السنة السيئة اللي عليها الوزر العظيم إلى يوم القيامة. تشوفون شلون عجيب، يعني هسه مثلا لو هذول المنفذين يهود نقول هذا مشروع يهودي صهيوني، وإن كان هو مشروع يهودي صهيوني ضد الأمة الإسلامية وضد التعاليم الإسلامية العظيمة وضد المجتمع الإسلامي المتماسك، والمشروع واضح هو محق ومحو لمعالم البنية الإسلامية اللي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الأمور. لأنه طبعا الآن خليني أحكي لك بصراحة، يعني أحكي لكم بصراحة وبصريح العبارة، الآن ممكن مثلا على النايل سات أو على العرب سات، ممكن مثلا يخلوننا على العرب سات فد 50 مثلا 50 قناة إباحية غير مشفرة يبثوننا إباحيات، ممكن؟ ما ممكن، ما ممكن. وحتى إذا حطوا يعني أبو البيت ما يخليها، رأسا يقلب، رأسا يمسح، أم البيت ما تخليها. ليش؟ لأنه إباحيات واضح أنه تضرب صميم جوهر البنية الأخلاقية التربوية للأسرة. هم ما يخلوا لك شيء، لكن يخلوا لك البديل الثاني اللي هو أنا يعني يؤدي نفس الغرض. يعني هذه من تطلع مسلسلة كاملة مليئة مليئة بالمشاهد زين المخدشة للحياء العام، هاي شنو هذه؟ هذه شو تربي؟ تربي على صلاة الجمعة والجماعة؟ شو تربي؟ يعني تربي على الالتزام الديني، على العفاف، على الحجاب، على الحشمة، على العفة، شو تربي يعني؟ شو تربي؟ تربي على التحلل، وتربي على العلاقات الغير الشرعية، وتربي على الانحراف، وتربي على الزنا، وتربي على الكذب، وتربي على الخيانة، وتربي على
زين المحارم وتربي على هذا. وشوفوا الآن بعض ما يحدث، بعض ما يحدث في الجامعات، في الأماكن المختلطة، في روحوا زوروا زين الله يجيرنا وإياكم بعض المخافر، وشوفوا شوفوا الأشياء اللي ما يناسب أنه تنحكي بالبرنامج، ما نقدر نحكيها يعني. هاي من إجتي هذا؟ هاي من إجتي؟ هذه إجتي ب يعني خلينا نقول تربية بعض الناس على يد هذه ال... فالآن قلت لكم أنه أنا أتابع هذا السيجي اللي يطلع به الأسماء، أشوف أسماء مسلمة، هذا حرام يا مسلم، هذا حرام، يحرم عليك كتابة هذه الكتابة، يحرم عليك قبض المال عليه. أنت يا مخرج، أنت يا مصور زين، أنت يا كادر فني، كلكم كل إضاءة، حتى هذا العامل اللي ينظف حرام عليك، هذا كل إسهام في الترويج للضلال والانحراف طبعا. ويعلم من خلال هذا بوضوح أنه ما هو تكليفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية القرآنية دائما لازم تصير حاضرة أمامنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، مو بس نفسك، أهلك همين، أهلك زوجتك وبنتك وابنك وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا هم عرفنا شنو اللي المفروض شلون يعني نفتح عيننا ونفتح إذاننا ونباوع زين وننتبه زين على التلفزيون، لأنه شنو؟ لأنه التلفزيون أنا كنت يعني صغير العمر قرأت كتاب للسيد هادي المدرسي الله يحفظه ويطول عمره، فظيع، كنت بالثاني متوسط. من ذاك اليوم السيد كان هيك يقول في بيتك شيطان، هيك فت كتيب صغير يعني، كانت هيك مستنسخات، وبعد تدرون الزمن ذاك البائد والوضعية والكذا، احذر في بيتك شيطان، يحكي على التلفزيون. وبالفعل بالفعل يعني واحد مثلا الآن نقول لك يا بيتك ترى شيطان، شيطان في بيتك، تقول ها يا ستار يا ربي، شيطان ببيتنا؟ نقول لك ايه شيطان، وشيطان من هذا الأصلي، مو شو اسمه، تقول شو وين هذا شلونه؟ نقول لك التلفزيون، تلفزيون تلفزيون في بيتك شيطان، فاحذر استخدموه بالاستخدام الصحيح. زين يا آباء يا أمهات، زين يلا خلينا نتحدث في موضوع آخر جديد. حبيت أتحدث عن هذه القضية أيضا المهمة، وهي حكم كرمكم الله الاستمناء في نهار شهر رمضان، وما يؤثر يعني ما يؤثره على الصيام بالنسبة إلى الرجل وإلى المرأة. هذا موضوع مهم جدا. أولا الاستمناء من المحرمات، ومن المحرمات الكبيرة، تشوفون شلون، من المحرمات ومن المحرمات الكبيرة. سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الاستمناء، فقال صلوات الله وسلامه عليه إنه فاحشة، فاحشة. ومعروف عند الفقهاء يقولون هذه اللفظة حينما تساق على لسان المعصوم عليه السلام يراد منها أن هذا المحرم من المحرمات الكبيرة، فالاستمناء من المحرمات الكبيرة، سواء كان هذا الاستمناء بأي طريقة من الطرق، يعني سواء كان بالنظر، سواء كان باليد، سواء كان للمرأة، سواء كان للرجل، هذا من المحرمات. زين هاي القضية الأساسية الأولى. زين القضية الأساسية الثانية أنه هذا الإنسان الصائم لو سوى هيك شيء في نهار شهر رمضان شي يصير عليه؟ نقول أولا يصير عليه أنه ارتكب محرما، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يستغفر.
ومن نقول يتوب يعني يندم ويعزم على عدم العود، يعزم على أنه ما أرجع عن إلى هذا الفعل الشنيع الفظيع، فأعزم على عدم العود. زين، هذا واحد. بعد ويفسد الصيام، هذا الاستمناء يفسد الصيام. تشوفون شلون هذا باوعه هنا شوية أريد أتحدث. يفسد الصيام بالنسبة إلى الرجل والمرأة على رأي السيد السيستاني، ويفسد الصيام بالنسبة إلى الرجل على رأي السيد الصدر. باعوا انتبهوا على هاي القضية. السيد السيستاني عنده أن المرأة تجنب، وأن المرأة ممكن أن تجنب بالاستمناء. السيد الصدر عنده أن المرأة تجنب، لكن ما تجنب بالاستمناء، تجنب بالمقاربة، ما تجنب بالاحتلام. يعني السيد الصدر ما عنده أن للمرأة جنابة مثل جنابة الرجل، واضح؟ فشي يصير هسه مثلا بالنسبة إلى مقلدات السيد الصدر، يقولون يعني شنو مثلا هذا معناه أنه المرأة يجوز لها أن تستمني في النهار؟ لا، هذا من المحرمات عند السيد الصدر والسيد السيستاني. لكن لو فعلته المرأة هذا ما يصير به فساد للصوم وماكو كفارة. نعم هي ارتكبت محرما، هي ارتكبت محرما، ارتكبت فاحشة، ارتكبت كبيرة من الكبائر، لكن صيامها ما عليها شيء وما عليها كفارة. عند السيد السيستاني لا، ارتكبت محرما وإذا أجنبت أنزلت بالاستمناء بطل صومها، وبطل صومها سر كفارة راح تجي هسرعة، بس نقول ارتكبت محرما وبطل صومها. يعني وين أريد أوصل؟ أريد أوصل في هذه الحلقة لهذا اليوم أن الاستمناء من الأمور المبطلة للصيام، مو بس للرجال، لا للرجال وللنساء على رأي السيد السيستاني. نعم للرجال فقط على رأي السيد الصدر، يعني مفسد للصيام. محرم محرم بالاتفاق، بالاتفاق بين كل الفقهاء أن الاستمناء من المحرمات. زين، الآن نجي إلى قضية الكفارة، وهل عليه كفارة؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا عليه توبة، عليه استغفار، عليه إعادة شنو؟ صيام. زين، عليه كفارة؟ نقول إذا الشخص كان ما عنده علم، انتبهوا على هاي القضية، ما عنده علم بأن هذا من الأمور المفطرة، زين، وجاء به عمدا، ما عنده علم بأنه هذا من الأمور المفطرة، شو نقول له؟ نقول له انتبهوا شوية شوية، هو الموضوع هيك متداخل، يعني صور متداخلة بس هو مو معقد، بسيط. نقول له انت من تقول ما عنده علم شنو يعني جاهل؟ يقول ايه جاهل. نقول هذا جاهل، انتبهوا، جاهل قاصر لو جاهل مقصر؟ جاهل، هو حاول ان يتعلم وما عرف، لو جاهل اصلا ما متعلم. يقول لي شنو يضر؟ يعني يأثر بهذا التفصيل؟ نقول نعم يأثر. إذا كان جاهلا بمفطرية الرجل والرجل والمرأة، الرجل على رأي السيد السيستاني والسيد الصدر، والرجل والمرأة على رأي السيد السيستاني، إذا كان هذا جاهل قاصر، هذا ما عليه كفارة. شلون جاهل قاصر؟ يعني أنا جيت دائما أتابع البرامج الفقهية وأسأل الناس، أقول لهم يابا هل الاستمناء من المفطرات أو لا؟ سألت وتابعت وشي ما عرفت، عن شي يسموني جاهل قاصر، ومرة جاهل مقصر. شنو جاهل مقصر؟ احنا دائما نقول على الناس أن يتعلموا مسائلهم الفقهية وخاصة الابتلائية، يتعلمون يسلحون. أصلا الإمام الصادق عليه السلام في كلمة من الكلمات غريبة عجيبة، الأئمة عليهم السلام يعني صوتهم ما يرفعوه يعني على الناس، شي يقول الإمام الصادق؟ شو شون مثلا تعبير غليظ، ها
حاشاهم من الغلظة، يقول: وددت لو أن الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في دين الله. لازم أكو فقه، لازم الإنسان يتفقه. زين، فالآن فد واحد ما تفقه، فجاهل مقصر، خوش نقول لا، إذا جاهل مقصر أو عالم عامد، ذولا عليهم توبة وندم واستغفار وقضاء هذا اليوم وكفارة. تشوفون شلون؟ فايش صار عندنا؟ صار عندنا حالة ماكو كفارة، وصار عندنا حالة كفارة. ومن نقول كفارة على رأي السيد السيستاني حتى بالنسبة إلى النساء، زين، المن إلى الجاهل المقصر واحد، وإلى العالم العامد. عالم عامد شنو؟ يعني أنا أعرف أنه هذا من المحرمات ومن المفطرات وأني أسوي، هذا عالم عامد. وصلنا إحنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إلى لقاء ولقاءات جديدة إن شاء الله. أستودعكم الله وأسترعيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسألكم الدعاء.